الطفل هو اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع. إذا بنينا الطفل وأنشأناه تنشئة صحيحة سليمة على الأسس والمبادئ الصحيحة، راح يكون هذا الطفل هو الشرارة المتقدة في المجتمع مستقبلا. إذا أنشأنا أطفالنا في هذا الجيل تنشئة صحيحة، وأطفالنا ما شاء الله أذكياء، من أذكى الأطفال في العالم، هو الطفل العربي أذكى طفل في العالم. فإحنا لازم نستغل ذكاءه، لازم نحاكي هذا الذكاء، لازم أستوعبه، أستوعب التطور بالعصر الحديث. مسرح الدمى برأيي هو أحد الوسائل المهمة اللي تستقطب فكر الطفل، اللي يسيطر على مخيلته. فأني إذا اهتميت بهذا الموضوع أنه أخذ أطفالي لمسرح الدمى، أكيد راح أنه يرسخ بذهنهم الفكرة اللي موجودة بمسرح الدمى. شغلة ثانية، أنه أتمنى أن تكون جهات رقابية من وزارة الثقافة والإعلام العراقية لمسارح الدمى والمواضيع أو المسرحيات التي تطرح فيها، لأن كون على ثقة أنه الطفل لمن يشاهد مسرحية أو يسمع قصة ترسخ بذهنه للكبر، لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. أبدأ بالقول: يا أيها الناس، ربوا أولادكم غير تربيتكم، لأنهم خلقوا إلى زمان غير زمانكم. هذا قول في نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام. التربية في التنشئة الاجتماعية لها عدة عوامل، تبدأ بالأسرة، الاحتضان الأبوي، الأم والأب إذا كانوا على مستوى عالي بالثقافة التربوية للوليد، لأن الإنسان بالنظريات العلمية، نظرية مثلا النمذج الباندورة، الإنسان يولد يتعلم بطريقة السلوك الرمزي أحيانا والسلوك المشاهدة، يشاهد الناس ويسوي أمثالهم. لذلك ظهرت في كل بلدان العالم احتضان، من ضمن هاي الاحتضانات رياض الأطفال، من ضمن هاي الاحتضانات الجمعيات الخيرية، من ضمن هاي الاحتضانات المؤسسات التربوية والعلمية. إذن أي مجتمع تريد يتقدم أول ما تبدأ بالأطفال. الطفل في العراق بدءا هو مهمش، وهو الشريحة الوحيدة المهمشة في العراق. مسرح الطفل، أي مسرح طفل؟ ما عندنا مسرح طفل، ولا عندنا كتاب للطفل، ولا عندنا فعالية حقيقية للطفل. الطفل في العراق تجده في أرصفة الشوارع يلتقط من الحاويات، وتجده يستجدي في الشوارع، وتجده يعاني ويترك دراسته ويعمل من أجل لقمة العيش، لأن أهله يحتاجون له. بشكل عام وزارة الثقافة مقصرة على الأقل في جوانب عديدة، من هذا الجوانب هو تنوير الإنسان وتطوير مهاراته، على الأقل مهارات العقلية، على اعتبار هي وزارة ذهنية مهتمة بصناعة الإنسان، بصناعة فكرة وأيضا إنتاجه بطريقة تناسب ما نحتاجه من فكر، ما نحتاجه من إدراك، ما نحتاجه من تحليل، ما نحتاجه من معاصرة ومعايشة لإنسان مفكر يهتم بشؤونه الخاصة بشكل عقلاني لا بشكل انفعالي وبشكل عاطفي. الوزارة مع الجانب الثقافي مقصرة بشكل عام يعني، واهتمت بجوانب محددة وتركت جوانب عميقة معنية بصناعة ونشأة الفرد العراقي، منها الطفل العراقي. الطفل اليوم هو مبعد تماما عن اهتمام كل الوزارات، حتى وزارة التربية ما عادت تهتم بالطفل ونشأة الطفل. وزارة الثقافة ممكن أن تلعب دور وتساهم على الأقل في ترويض الطفل وتهذيب الطفل، وفي مثل هذه الظروف الحساسة اللي نمر بها إحنا في العراق، وجود داعش، تنظيمات مسلحة إرهابية، وجود فكر مسلح، فكر طائفي، وتكريس لسياسة العنصرية والخوف والقلق. الطفل هو عبارة عن قناة للتلقين، عبارة عن قناة للاستلهام، للتأثر. وزارة الثقافة مع الأسف الشديد يوسفنا نقول أن دورها بائس جدا وطرقها تقليدية وأيضا غابرة. مسرح الطفل ما عاد هو المسرح المؤثر في كيان الطفل. الطفل مو كائن يعني ذو إدراك محدود ويبحث عن ألوان تدغدغ مشاعره. الطفل هو كان مفكر وكان يبحث دائما عن
كل ما يؤثر بوجدانه.